السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس جديد على قناة بيرو. اللهم زدنا علما وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل ما نبدأ يا ريت ما ننساش اللايك والشير للفيديو ومتابعة على القناة، وقول لنا رأيك في التعليقات تحت. يلا بينا. بعد الانتهاء من بيفور اند افتر هنخش في الايديت، واول صفحة معانا هتكون صفحة الاضاءة. هنخلي الاكسبوجر موجب 1/10، كونتراست هنخليه سالب 37، الهايلايت هنخليه سالب 28، الشادو هنخليه سالب 62، الوايتس هنخليه سالب 32، والبلاكس هنخليه سالب 29. هنروح على صفحة الكيرف، وزي ما انتوا شايفين بالظبط هحاول اقرب عشان اوريكم الاعدادات. يا رب كده تكون باينة. بعد الانتهاء من الاعدادات هندوس دن، نروح على صفحة الالوان color. هخلي التيمب موجب 6 والتنت موجب 9. الفيبرانس هنخليه موجب 29 والستوريشن هنخليه سالب 3. نروح على صفحة الميكس، هنخلي الريد الهيو سالب 16، الستوريشن موجب 45، اللومينانس هنخليه سالب 37، وندي درجة غمقان شوية. هنروح على صفحة الأورانج، خليه سالب 16، والستوريشن هنخليه سالب 22، واللومينانس هنخليه 38، هنروح على صفحة اليلو، هنخلي العداد الهيو واللومينانس 0 والستوريشن هو اللي سالب 100، وهكذا في جميع الألوان. شايفين الفرق؟ هنروح على الصفحة اللي بعدها، هنخلي التكست كيتشر سالب 6، كلارتي هنخليه موجب 16، الديزي هنخليه موجب 4، والفينتا هنخليه سالب 10، الميد بوينت خليه
70 والفرثر خليه 47 48. نروح على الصفحة اللي بعدها، خلي الشرب موجب 46 هنروح على النويز ريدكشن هنخليه موجب 45 سوري هنخليه 40 بنقلل الكالر نويز ريدكشن شوية نخليه على 30 الكالر نويز ريدكشن هنخليه 50 كور اند افتر. بعد كده هنعمل كرييت للبريست، عشان كده احنا انتهينا من الحلقة. نسميه اوربن او اوربن بلاك اند ريد بريست، مش مهم حتى البريست. نعمل دم نعمل كده نكون سجلنا البريست في اللايت روم. لو عايزين نعمل لها استدعاء او نحطها على صور تانية تقريبا ما بتلهاش سيف. نعمل سيف تاني او كرييت البريست تاني. سوري اسمها يوربن، انا اسف اتلخبطت. يوربن بلاك اند ريد. كده كنا انتهينا من الحلقة. وفي بعض المتابعين بيسألوني عن موضوع ازاي اعدل الفلتر بعد ما احطه على الصور. مثلا نحط مثلا الاهلي بريست، مثلا الاضاءة مش عجبانة مثلا، فانت عايز تعدل على البريست، انت ممكن تفتح صفحة الالوان او الاضاءة تبدأ تعدل على الاضاءة عشان تديك درجة اللون اللي انت عايزها. تمام، ممكن نعمل كونتراست كده، ممكن نقلل الاكسبوجر على حسب انت عايز تعمل ايه في الصورة. ممكن تروح على الكالر تزود تقلل اللي انت عايزه. لازم تجرب بيدك عشان تتعلم ازاي تعمل بريست او تعمل اديت كويس للصورة على حسب استخدامك للصورة. تمام، هنشوف اي اعداد تاني. مثلا احنا كنا عاملين اللي فات اسمه ماجنتا هايلايت، هو من البريسيت كويس على ضغط. عايز اشوف لكم بريسيت تاني مثلا مختلف شوية او ضغطه عالية او حاجة زي كده. مثلا اورا جنتيل، شايفين ان الصورة ضغطها عالية او الصورة مش كويسة، الفلتر عليها مش كويس، فانت بتروح على مثلا على الكالر تقلل شوية الالوان فبرانس، تروح على صفحة الميكس. بس اول حاجة لازم تبدأ بالاضاءة، انا اسف، شوف هل كويسة ولا لا. تمام، انا هو صفحة الالوان الكالر، ممكن تقلل اصفر شوية. نروح على الكالر، عايز اروح على لون معين
لو كده وصلنا لدرجة كويسة من اللون ممكن نلعب في الألوان تاني، تزود انت درجة على حسب انت عايز تعمل ايه في الأوضة. يعني انت ممكن تعمل بريسات خاص بيك لوحدك، مش محتاج انك تاخد الصور بس وتعمل عليها ايد وخلاص. انت ممكن انت تزود الوان، طبعا ممكن مثلا تحط سبليتون على الاضاءه لو مش عاجبك السبليتون بتاعي او انت عايز تغير، فاهم؟ دول ده بيكون على حسب استخدامك او حسب فهمك للإيديت. ونصيحه، ما تحاولش تزود الإيديت عن اللزوم او تزود درجه اللون او كده او تشيلها خالص، تكون على حسب يعني ايه، تكون الحاجه في المتوسط، لا تكون عالي قوي ولا تكون واطي قوي. رب اكون فدتكم في الحلقه ديت، وما تنسوش اللايك والشير ومتابعه القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.